طيب دكتور عبد الباقي، كان لفت للنظر وحديث بعض من الدول الغربية عن أن تركيا تحددت العقوبات الموقعة على موسكو بهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كل من رئيس تركي رجب طيب أردوغان ورئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه القمة التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية، وهي أن تقوم تركيا بدفع جزء من ثمن الغاز الروسي بالعملة المحلية الروسية. بماذا تعلق على هذا الأمر؟ أعتقد أن تركيا لا يمكن، يعني خارج كما قلت الاتحاد الأوروبي، ومن حقها أن تدافع عن مصالحها، ولا يمكن أن تتحمل يعني العقوبات فرضت من قبل دول محددة هي الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول المتشددة وليس كل الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا. ومن الطبيعي أن تستغل وتوظف تركيا هذا الضغط لتجد فرصة مناسبة لتحسين تفاوضها واستثمارها في روسيا، وبالتالي لا يمكن لها، لأنها ليس عضو في الاتحاد الأوروبي، هي عضو في الناتو وتتعامل باستقلالية وندية، وبالتالي تريد الحفاظ على مستواها الاقتصادي. والمجتمع التركي الآن هناك تدهور في أسعار العملة، وهذا يؤثر على حياة المواطنين، ومن حق الدولة أن تحمي مصالح رعاياها وتحافظ على مستوى المعيشي، أو حتى على الأقل توقف هذا التدهور من خلال هذه التوقيع على العقوبة. وهناك الدول الأوروبية الآن دفعت الثمن غالي، كما أن الاتحاد الأوروبي في هذه العقوبات لا يمثل المبادئ إنسانية، ولا يمثل أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن أوكرانيا لأسباب إنسانية، وأن هدف هذا الحصار الروسي هو من أجل الانتهاكات حقوق الإنسان. الكل يعلم أن هذا الحصار وهذه العقوبات مرتبطة بإيقاف التمدد الروسي وباستنزاف روسيا وبإطالة أمد الحرب في أوكرانيا وروسيا.